الرئيس الفلسطيني يؤكد لأون لايف أهمية مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية، ويشيد بجهودها لتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس. حكومة الوفاق الفلسطيني تعقد اليوم اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة للمرة الأولى منذ تشكيلها. مجلس النواب الفرنسي يصوت اليوم على قانون مكافحة الإرهاب. أهلا بكم، موجز الأخبار. ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهود المصرية التي أثمرت عن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس. وشدد عباس في حديث لبرنامج كل يوم على قنوات أون على أنه لا يوجد دولة أهم من مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية لتكون صاحبة رأي وموقف في حلها. الجغرافيا السياسية والأمن القومي يعني مهمة جدا، يعني لا يوجد دولة بالنسبة للقضية الفلسطينية في الوقت الحاضر والماضي والمستقبل أهم من مصر لتكون يعني صاحبة رأي، صاحبة موقف، صاحبة مصلحة في حل هذه القضية، خاصة وأن مصر تعاني أيضا مما يجري في سيناء وغيرها، ونعرف من أين تأتي الأسلحة ومن أين والأنفاق وغيرها وغيرها. وأوضح عباس في حواره أن أهم ثلاث نقاط تتمحور حولهم المصالحة هم الحكومة وتمكينها والانتخابات، مشيرا إلى أن مصر ستتولى تطبيق شروط المصالحة التي سيتم الاتفاق عليها بالتفصيل خلال لقاء قريب في القاهرة بين قيادتي فتح وحماس برعاية مصرية كذلك. احنا قلنا في ثلاث قضايا فقط هم اللي هم الحكومة وتمكين الحكومة اللجنة العام والانتخابات، فعندما وافقوا عليها ما عادش في مشكلة. يعني من حيث المبدأ هذا هو، هلا بالتفصيل وبالتطبيق هذا أيضا تتولى مصر، لأنه الخطوة المهمة اللي قادمة بعد ذهاب حكومتنا إلى غزة هو اللقاء الذي سيتم في القاهرة بين قيادة حماس وقيادة فتح ليبحثوا بتفاصيل الموضوع من أوله إلى آخره. وقال عباس في إن حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها عام 2014 بالاتفاق مع حماس ستمارس عملها من غزة كما كانت تمارسه من الضفة الغربية. حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في عام 2014 والتي لم تتمكن من العمل منذ ذلك الوقت إلى حينه، هذه نفس الحكومة وشكلت بالمناسبة بينه وبينهم، يعني كل وزير متفق عليه بينه وبين حماس، ثم حصلت مشاكل أوكي. الآن هذه الحكومة ذاهبة لتمارس عملها كما تمارسه في الضفة الغربية كما تمارسه بالضفة الغربية. كل اللي بتعمله بالضفة الغربية هتعمله هناك، من المعابر إلى الوزارات إلى الهيئات إلى الأمن إلى غيره إلى غيره. لكن برضو حتى نكون واقعيين، بتمش هذا وان شوت بضربة سحرية، يحتاج إلى وقت. نحن مع هذا، احنا عمليين نحتاج إلى وقت حتى نطبق هذا، لكن شريطة أن نعرف البداية ونعرف النهاية. هذا ويترأس اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اجتماع الحكومة الأسبوعي في قطاع غزة للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وخلال مؤتمر صحفي عقب وصوله غزة قال الحمد الله إن الحكومة عادت إلى القطاع من أجل تحقيق المصالح وإنهاء تداعيات الانقسام وإعادة بناء القطاع. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني جهود مصر ودعمها لإتمام المصالحة الفلسطينية، وأشاد بالشعب والفصائل الفلسطينية الذين دعموا خطوات إنهاء الانقسام. نثمن عاليا الجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وحتى هذه اللحظة لضمان إتمام المصالحة، وأحيي الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد شعبنا الذين لبوا وتوحدوا ودعموا الخطى الجادة لإنهاء الانقسام. ودعا الحمد لله الشعب الفلسطيني لضرورة الالتفاف حول القيادة والمصالحة
والوحدة الوطنية ونبذ الانقسامات وتغليب مصلحة الوطن على أي أهواء أخرى للتصدي للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته. أدعو الجميع بلا استثناء لرص الصفوف والالتفاف حول القيادة والمصالحة والوحدة الوطنية وتغليب مصلحة وطننا على أي اعتبارات أو مصالح فئوية أو حزبية ضيقة، ليكون وفاقنا الوطني في أعلى صوره. هذا هو السبيل الذي به نصون مشروعنا الوطني ونتصدى للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، ونضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بإلزام إسرائيل برفع الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر والمنافذ وتأمين حركة البضائع والأشخاص وإنهاء احتلالها لأرضنا ومواردنا. فالعالم لن يلتفت إلى شعب ممزق وغير موحد مهما كانت قضيته عادلة أو حقوقه مشروعة. إذن شمس جديدة تشرق على الأراضي الفلسطينية بعد سنوات من ظلام الانقسام، ومصر منارة السلام في الشرق الأوسط تواصل جهودها في إرساء الاستقرار في المنطقة. إنجاز فلسطيني بصناعة مصرية يحتفل به العرب بعد تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس لتكون الوساطة المصرية حلقة الوصل التي عجزت كل الجهود خلال العشر سنوات الأخيرة عن تحقيقها. بعد سنوات من غياب الفرح تشهد دولة فلسطين عرسا وطنيا يتلخص في كلمتين: المصالحة الوطنية. كان فيها لجهود مصر دور البطولة. إنجاز جديد تسطره مصر في تاريخها العربي ودورها الإقليمي بعد نجاحها في إنهاء الخلاف الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. انفراجة الأزمة تمت عبر إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها في القطاع، فضلا عن تنظيم انتخابات عامة تلبية للدعوة المصرية وتحقيقا لآلية اتفاق القاهرة 2011. تحركات دبلوماسية مصرية كثيفة شهدها ملف المصالحة الفلسطينية خلال الأعوام الماضية، إدراكا من القاهرة لخطورة الانقسام الداخلي في محاولة جادة لتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم، ونتج عنها إنهاء سنوات الانقسام. نثمن عاليا الجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وحتى هذه اللحظة لضمان إتمام المصالحة، وأحيي الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد شعبنا الذين لبوا وتوحدوا ودعموا الخطى الجادة لإنهاء الانقسام. وفي الوقت الذي عانت فيه القضية الفلسطينية من التهميش في السنوات الأخيرة، تحملت القيادة المصرية عبء إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات العربية بعد استغلالها من أطراف إقليمية أخرى تاجرت بالقضية ودعمت سبل الخلاف والانقسام. كما نثمن جهد ومتابعة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية، ونتمنى أن يتكلل الجهد المصري بالنجاح ونقول لهم شكرا مصر. جهود مصرية كللت بالمصالحة الفلسطينية التي لاقت ترحيبا من جميع الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية الداعمة للفلسطينيين وحقوقهم، لا سيما أنها ستساعد في تكوين جبهة موحدة في مواجهة التعنت الإسرائيلي حول حل الدولتين وقضايا اللاجئين. وفي ظل انشغال كل دولة بمصالحها الخاصة، تبقى مصر وما تقوم به من رعاية ملف المصالحة الفلسطينية يمثل شراكة حقيقية للوصول إلى نهاية حقبة الانقسام. أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن التشريعات التي أنجزت في دوري الانعقاد الماضيين لمجلس النواب كان لها دور كبير في الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه. وشدد إسماعيل في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دوري الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول على أهمية إنجاز القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والإدارة المحلية والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات النقابية.
عقد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع وزيري السياحة والطيران وعدد من المستثمرين العاملين في قطاع السياحة لبحث عدد من المقترحات والمشكلات التي تواجه القطاع. كما ناقش الاجتماع وضع خريطة للمناطق السياحية والآليات المناسبة للانتهاء منها بأسرع وقت، هذا إضافة إلى ملف التأشيرة الإلكترونية. بدوره قال وزير السياحة يحيى راشد إنه سيتم خلال الأيام القلائل المقبلة إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لمتابعة مشكلات القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم في 15 من نوفمبر المقبل عقد اجتماع آخر لاستكمال المناقشات من أجل إحداث طفرة في النمو لهذا القطاع الحيوي المهم. يشارك اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات الاجتماع الوزاري 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لعام 2017، والذي يعقد ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يحضره كبار قادة ورؤساء حكومة الدول الأجنبية والعربية، هذا إضافة إلى رؤساء أكثر من 500 شركة عالمية عاملة في مختلف مجالات الطاقة لمناقشة أهم التحديات الراهنة التي تواجه قطاعات الطاقة والمشكلات الخاصة بالتنمية. تستأنف اليوم جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع حماس. كانت محكمة النقض قد قضت في نوفمبر الماضي بقبول طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات منتصف يونيو 2015، حيث ألغت السجن المؤبد لمرسي والإعدام لخيرة الشاطر وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى. نفى المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد ما نشرته صحيفة واشنطن بوست عن شراء مصر شحنة سرية من الأسلحة من كوريا الشمالية، وذلك بقيمة تبلغ 23 مليون دولار، ما يشكل مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على بيونغ يانغ. أوضح أبو زيد أن السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل علم كمبوديا قبل وصولها المدخل الجنوبي لقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوي على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع تفجير إرهابي بالعاصمة المنامة، ما أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة. وذكرت الداخلية البحرينية من خلال صفحتها على تويتر أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث وتعقب الجناة. أعلن الجيش العراقي استعادة مطار ناحية الرشاد جنوبي قضاء الحويجة في كركوك من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت خلية الإعلام الحربي أن القوات العراقية استعادت السيطرة على المطار الذي كان يستخدمه داعش كمعسكر للتدريب وقاعدة للدعم، وأشارت إلى أن هذا التقدم من شأنه إبعاد أي تهديد محتمل لمنشآت الطاقة وحقول النفط. قال مسؤولون أكراد أن القوات الإيرانية والعراقية أجرت مناورات عسكرية مشتركة قرب أراضي إقليم كردستان. وذكر المسؤولون أن القوات الإيرانية نشرت أسلحة ثقيلة ومدفعية فضلا عن مئات الجنود للمشاركة في هذه المناورات التي تأتي ضمن إجراءات الرد على استفتاء انفصال إقليم كردستان. شملت هذه الإجراءات كذلك إعلان إيران عن حظر تصدير النفط والطاقة لأجل غير مسمى من وإلى إقليم كردستان. يصوت اليوم النواب الفرنسيون على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حيث يتم التصويت بشكل رسمي أمام الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة، حيث يتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حال الطوارئ التي أعلنتها الحكومة السابقة، كما يسمح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص من دون أمر مسبق من القضاء. أوقفت السلطات الفرنسية 5 أشخاص يشتبه فيهم في إطار التحقيقات بشأن العثور على عبوة ناسفة بدائية الصنع غربي البلاد. يأتي الإعلان عن هذه التوقيفات غداة مقتل امرأتين طعنا بسكين في محطة القطار الرئيسة في مارسيليا جنوبية فرنسا على يد رجل قتل برصاص جنود كانوا في دورية أمنية، في اعتداء يتجه التحقيق فيه إلى فرضية العمل الإرهابي.
أعلنت شرطة لاس فيغاس العثور على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 59 شخصا. وقال قائد شرطة جوزيف لومباردو إن المحققين الذين داهموا المنزل في ولاية نيفادا عثروا على أكثر من 18 قطعة سلاح ناري إضافية وبعض المتفجرات وألاف الرصاصات. أطلق مسؤولون ونشطاء في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا حملة داخلية لإقناع الحكومة بفرض حظر قانوني على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية بأراضي المملكة. وخلال اجتماع عقد على هامش المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، قال أحد متزعمي هذه الحملة إن الإخوان يشكلون خطرا واضحا على أمن المملكة المتحدة، وشدد على أن تنظيم الإخوان يتعارض تماما مع قيم المجتمع، حيث إنه يعتمد العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه. تواصل فرق الإنقاذ في مدينة مكسيكو جهودها للعثور على جثث ضحايا تحت أحد المباني بالعاصمة بعد نحو أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي. يأتي ذلك فيما ذكر مسؤولون أن حصيلة قتل الزلزال ارتفعت إلى 361 شخصا. وقال رئيس وكالة الحماية المدنية الوطنية إنه من بين الضحايا 220 شخصا لقوا مصرعهم في العاصمة مكسيكو سيتي، فيما توزع بقية الضحايا في الولايات المحيطة والمجاورة. فاز كل من جيفري هال ومايكل روزبش ومايكل يونغ الباحثين بإحدى الجامعات بالولايات المتحدة بجائزة نوبل في مجال الطب لعام 2017. وتعقيبا على الحدث، يشرح لنا دكتور أيمن الشبيني مدى أهمية موضوع البحث الفائز. This year's Nobel laureates have been studying this fundamental problem. الموضوع اللي فاز بيه موضوع شيق جدا، مرتبط بصحة الإنسان والتغيرات التي تطرأ على الإنسان من خلال ارتباطها بالساعة البيولوجية. هو ببساطة هم شغالين من عام 1982 تقريبا، من الثمانينات شغالين على هذا الموضوع، ايه العوامل اللي بتحدد الساعة البيولوجية في الإنسان وبتأثر على سلوكياته. لأن ارتباط الساعة البيولوجية له أهمية كبيرة جدا، وتم اكتشاف الجين المرتبط أو اللي بيأثر في التغيرات الطبيعية اللي بتطرأ سواء في أثناء الليل أو أثناء النهار وعلاقتها بالإنسان. وده طبعا كان له مردود كبير جدا، لأن ده مرتبط بإفراز هرمونات وهرمونات النمو عند الأطفال، وإزاي الوقت اللي احنا بننام فيه لو حصل فيه أي ديستيربنس أو تغيرات عن الطبيعة البشرية، ده ممكن يأثر إزاي على النمو والتركيز والريلاكسيشن بتاع الإنسان وكل شيء. لو بصينا للجائزة السنة دي بالذات هيكون لها مردود إزاي على المجتمع. احنا عندنا يعني سبحان الله ربنا خلق الإنسان له 24 ساعة، في خلال مثلا ساعات النوم معينة بيفرز هرمونات، أعلى درجة نوم مثلا بتبقى من 12 ل 3 صباحا، من 12 مساء ل 3 صباحا. بعد كده بيتم إفراز هرمونات مسؤولة عن نشاط جسم الإنسان بداية من الساعة 6، وتلاقي الضغط بيكون في أعلى درجاته بعد في حدود الساعة 3. وبعد كده من 6 مساء ل 9 مساء بتلاقي الهرمونات المسؤولة عن الريلاكسيشن أو الاسترخاء للتمهيد للدخول للنوم. فالدورة دي السايكل بتاع الساعة البيولوجية مهمة جدا للإنسان. لو حصل فيها أي خلل، وخصوصا دي عادة سيئة عند أطفالنا، لو سهروا أو أي حاجة والسهر بعد في عدد ساعات معينة، ده بيعمل خلل في توزيع وإفراز هذه الهرمونات، مما يؤثر تأثير سلبي على معدلات النمو. طبعا هذا الموضوع احنا هيفتح الباب لدراسة عوامل أخرى مرتبطة به أيضا ومرتبطة بالجينات الوراثية. انتهت هذه النشرة، هذا تذكير بها مما جاء بها. عباس يؤكد في حوار لقناة أن أهمية مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية، ويشيد بجهودها لتحقيق المصالحة. حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد اليوم اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة للمرة الأولى منذ تشكيلها. ومجلس النواب الفرنسي يصوت اليوم على قانون مكافحة الإرهاب. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.